أعلن المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث أنه سيضع خطط إطار للمفاوضات في اليمن خلال شهرين. أضاف جريفيث في أول إفادة له أمام مجلس الأمن الدولي أن الحوار هو الحل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية، مطالبا بضرورة التركيز على وقف الحرب والتخلي عن الشروط المسبقة. كما عبر المبعوث الدولي إلى اليمن عن قلقه إزاء قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية.